السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوريا حاضرة معنا بكل ما يستجد، وسوريا قاهرة للظلم ولا بد. مرحبا بكم من جديد في هذه التغطية المتواصلة لتطورات الوضع الميداني في سوريا في ساعتين على الهواء مباشرة. نتابع ميدانيا بالصوت والصورة حيث العالقين على الحدود التركية، ومن بعد نكون مع المجلس العسكري الذي أنشئ في حلب والذي تحدثنا عنه أمس واليوم أصبح على أرض الواقع، ومن بعد نكون مع تعليقاتكم على الهواء مباشرة في آرائكم حول وقف الجامعة العربية لبث القنوات المحسوبة على نظام بشار الأسد عبر الستلايت. شاركونا آراءكم عبر صفحة الحوار تي في على الفيسبوك، ومرحبا بكم. دعونا الآن نذهب إلى الزميل الإعلامي إياد نجار الموجود ميدانيا في منطقة أطمة على الحدود التركية السورية. نعم إياد من أطمة معي، تحياتي إياد. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي إياد، ابتداء حابب أسألك عن آخر ما لديك من أخبار العالقين على هذه الحدود من إخواننا من أبناء سوريا الحبيبة. نعم سيدي الكريم، نحن الآن على الحدود السورية التركية من منطقة أطمة تابعة لريف إدلب، حيث وصل عدد النازحين هنا في هذه البقعة بالذات إلى ما يقارب 7000 نازح، جميعهم أتوا من مناطق مختلفة بسبب القصف العنيف التي تعرضت له مناطقهم. طبعا الحالة الإنسانية صعبة للغاية، فلا يوجد مياه للشرب على سبيل الذكر، مياه الشرب هناك صعوبة شديدة في إحضارها بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم استطاعة الصهاريج التي تأتي بالمياه الحصول على المياه من قرية أطمة التي تبعد عن الحدود ما يقارب 3 كيلومترات. طيب سيد إياد، وأنتم الآن في أطمة، كم عدد اللاجئين تقريبا الموجودين في هذه المنطقة؟ نعم سيدي الكريم، الآن هنا في مكان وقوفنا هنا جميع النازحين قد تمركزوا تحت أشجار الزيتون لعدم توفر حتى البطانيات، ووصل عددهم ما يقارب 7000 نازح، إضافة إلى النازحين الموجودين في قرية قطمة القريبة من هنا والتي ذكرت أنها تبعد 3 كيلومترات. طبعا إذا تحدثنا، سمحت لي أن نتحدث عن الحالة الإنسانية، الغذاء شبه يعني يكاد يكفي الأطفال فقط أو لا يكفيهم، فيعتمد على ما يقدمه أهالي القرى، لا وجود لمنظمات إغاثة أو ما شابه ذلك. أيضا الحالة الصحية، هناك انتشار للحمى وارتفاع بدرجات حرارة خصوصا عند الأطفال. أيضا هناك عدة مصابين، حتى أخبرني أحدهم أن اليوم توفي طفل بسبب إصابته بلدغة عقرب ولم يتمكن أهله من إسعافه إلى أي مستشفى، إضافة إلى بعض الجرحى الذين جاءوا من مناطق التي تقصف وخصوصا حلب التي تتعرض لقصف عنيف استهدف البشر والحجر بالطائرات الحربية والمروحية، والذين بدأوا برمي القنابل المتفجرة خصوصا على المساجد، حيث هناك عدة مساجد دمرت بالكامل على سبيل الذكر. طيب أخي إياد، مسجد الرشيد. أخي إياد، خلينا نركز ابتداء على أطمة وتواجد حوالي 7000 لاجئ في ظروف كما ذكرت صعبة ومريرة، يعني كأن الناس تلتحف السماء عندك. أرجو أن تضعني بصورة يعني أين ينام الناس مدام ما في مياه؟ كيف يقضون حاجاتهم؟ كيف يتصرفون في شؤون أيامهم؟ ماذا عن الأطفال؟ نعم سيدي الكريم، العائلات، كل عائلة تجمعت تحت شجرة زيتون، وتعلم الحدود التركية السورية فيها الكثير من أشجار الزيتون، كل عائلة استقرت تحت شجرة زيتون، لا فراش على الأرض ولا لحاف لهم، فأدى ذلك إلى إصابة بالعديد حالات إصابة بالمرض وخصوصا الحمى كما قلت بسبب ارتفاع الحرارة في النهار وانخفاضها في الليل.
كما أيضا لا يوجد أي حتى سيارة إسعاف، لا يوجد صهاريج المياه تذهب لإحضار المياه، إلا أن انقطاع التيار الكهربائي في قطمة والقرى المجاورة مستمر منذ 15 يوما، لا يمكنهم إخراج المياه من الآبار. هم يعتمدون على الآبار في استخراج المياه، إلا أن انقطاع التيار من الذي يقدم الطعام أخي، من الذي يقدم الطعام والشراب لأولئك الناس ضمن هذه الظروف الصعبة؟ نعم، الآن هناك اجتهاد من الأهالي للقيام بأعمال خيرية لإحضار الطعام. فهنا قرية أطمي والقرى المجاورة لها، قاح وحذرة الدانة، كلهم يأتون تأتي بما تستطيع من طعام لتقديمه لهؤلاء الذين أتوا، من بعضهم أتى من أماكن بعيدة من حمص، حتى هناك بعضهم أتى. دعنا نستطلع بعض. طيب أنا هذا ما أريد أن تنتقل وأتركك تجري مقابلات ونسمع تفاصيل من شهود عيان، ولكن أسألك قبل أن تنتقل إلى الجمهور أو إلى إخواننا اللاجئين الموجودين على الحدود، ما هي أخبار المناطق الأخرى؟ هل هنالك لاجئين عالقين في قرى أخرى مجاورة أم أنهم جميعا متجمعون في أطمة؟ حاليا نحن الآن على الحدود، وقرية أطمة تبعد 3 كيلومترات. كل الأبنية الحكومية من مدارس وحتى مخفر القرية المستوصف البلدية ممتلئ عن آخره بالنازحين. هؤلاء لم يجدوا، حتى الأهالي قدموا مساعدات بتأمين إذا كان لديهم غرفة فارغة ليضعوا فيها نازحين، إلا أنها جميعا امتلأت، وهؤلاء الآن ليس لديهم شيء. تجمعوا على الحدود تحت الأشجار، لا ليس لديهم أي خدمات أو طعام. يعني أنا أرجو أن تجري مقابلات معهم ونوصل أصواتهم للعالم حتى يعرف ماذا يجري في هذه المنطقة. نعم أخذنا الآن معنا الأخت التي نزحت من حمص من حي البيضاء. عرفي عن نفسك لو سمحتي. تفضل. نعم، أنا من حمص البيضاء، ونحن هلأ لاجئين على الحدود السورية التركية، ولساتنا على أرض الوطن، وما هيك اسمنا لاجئين. نحن من ناشد دول الخليج، نحن من ناشد رئيس تركيا أردوغان. كل إنسان فيه ضمير، نحن من ناشد كل إنسان فيه ضمير يساعد هالأطفال. نحن ما بدنا أكل وما بدنا شرب، بس بدنا أدوية للأطفال. أنت وضعك إيش بالضبط؟ أنت من معك؟ ما هي عائلتك؟ كم طفل معك؟ نحن 6 بنات و3 صبيان، ومات كثير من عائلتنا، ونحن نزحنا من حمص على حلب، وما هيك صار في قصف بحلب، بعدين اجينا على ادلب، كمان ضربنا بكل الاسلحه الثقيله، بالطيران، بالدبابات، بالمدفعيات، بالصواريخ، كل شيء في اسلحه ثقيله انضربنا فيها. نحن ما بدنا شيء، نحن بس من ناس الدول الخارجيه، كل انسان فيه ضمير هلا عم بيشوفنا. نحن بحاجه لادويه للاطفال، نحن بدنا منطقه عازله ضمن الحدود السوريه، بدنا منطقه عازله على اراضينا على ارض سوريا. نحن بدنا مضاد للطيران. طيب أختي أرجوكي احكي لنا بصراحة وبدون حرج، إيش الوضع بالضبط؟ يعني كيف عم بتدبري حالك أنت وهؤلاء الأطفال والبنات اللي معاك؟ إحنا بنتكلم عن 9 ما شاء الله، يعني كيف يأكلون يشربون؟ كيف ناموا الليلة مبارح؟ وين حيناموا اليوم؟ نحن هون على الأراضي السورية وضعنا مأساوي كثير، عم ننام تحت شجر الزيتون، ما في أغطية تكفي، الأولاد كل نهار يوميا بمرض، شو اسمه، بكير من البرد، ما في أغطية تكفي، ما في أدوية، ما في أغذية، كل شيء قليل. فكل إنسان هلا عم بيشوفنا، إذا إسا في إنسان فيه ضمير، إذا إسا ما ماتت الإنسانية يجي يناشدونا. نحن بدنا منطقة عازلة ضمن الأراضي السورية. طيب هذه رسالة أختنا، الله يكرمك ويفرج عنكم، وهذه في رقبة كل من هو مسؤول في عالمنا العربي والإسلامي، وكل من هو حر في هذا العالم الإنساني، إن كان هنالك أحرار، إن كان هنالك شرفاء، إن كان هنالك من ينصر ويغيث ويعين، هنا واجب النصرة، وهنا واجب الإغاثة، وهنا واجب الإعانة. أرجوك ممكن تعطي التلفون لأي أحد آخر حتى نسمع شهادته كذلك. لو سمحت توجه بيت شعر. نعم. تلوج الروح مشتاقة لهلها، ودموع العين بفراقك يا حمص لهلها، وشحال سوريا لهدموا عمايرها، الصين بديرة أغراض بجد دمرنا، ليت الزمن يرجع ويلمنا.
يا الله يا رب يا رب. نعم نسمع مشاهد نسمع شاهد آخر. نعم نعم معنا نادع آخر. الأخت أتت من كفرنبيل أما أعتقد. نعم أنا من كفرنبيل المحررة أرضا والمحتل جوا. نحن دائما بعد ما حررنا مدينة كفرنبيل تمكن جيش الحرم من تحريرها بلش قصف الطيران علينا. يعني بعد احتلال سنة لهذه المدينة بلش القصف الطيران الهمجي علينا بشكل عشوائي ما بيميز أبدا لا بين طفل ولا بين شيخ ولا بين أي شخص ماشي بالشارع صاروا يضربوه. أنا عندي شهيد من هو أخويا وولاده الاثنين كانوا عايشين يعني ما في حياتهم ما إذا حدا عايشين بمحلهم كانوا عايشين فجأة صار القصف الطيران عليهم استشهدوا جوا محلهم طالعناهم شقف من تحت الركام. نحن هون بعد خروجنا من مدينة كفرنبيل ما خرجنا كيف ما كان. نحن لولا الجيش الحرب كانت الطيران هلق كل يوم 5 براميل عم بيدبوا على مدينتنا براميل متفجرة ما عم بيميزوا بين أي شخص. كل يوم دمار 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 وقصف. نحن طلعنا عن طريق الجيش الحر الله يحميه ولو يعني وصلنا لهون فكرنا انه الحدود التركية رح تفتح لنا ابوابها على اساس انه نحن امي اسلامية قبل ما نكون امي عربية وعلى اساس انه تركيا هي دولة اسلامية. تفاجأنا انه هني نفسهم يعني مسكرين الابواب في وجهنا كل الابواب تسكرت في وجهنا. جينا لهون افترشنا الارض ويعني تلحفنا في السماء ما عندنا اي شيء سحب المياه سحب الاغذية سحب الادوية معدومة تماما. هو يعني حالي مزري. يعني نشد العالم لا نشد المجلس الوطني لانه خان دماء الشهداء وخان خان هذه الثورة العظيمة وخان الجيش الحر الذي وعد بدعمه. نحن من نناشد الامة العربية والامة الاسلامية يعني انه تساعدنا. نحن هون يعني عايشين اوضاع صعبة ما في كهرباء ما في اي شيء. طيب ارجوكي مرة اخرى بس ارجوكي مرة اخرى يعني شيء قليل جدا. لو سمحتي لو سمحتي يا اختي سامعيتني سامعيتني يا اختي ارجوكي مرة اخرى يا ريت لو سمحتي تحكي لنا كم عدد اسرتك اصلا مين اللي لا. استشهد من الاسرة وكم بقي كم انتم الان. يا ريت الاخت مرة اخرى ترجع معانا بس اذا سمحتي بقول لك من اي منطقة جئتي. يا ريت تعيدي لنا شوي شوي من اي منطقة جئتي كم عدد اسرتك مين استشهد من الاسرة من بقي مين معاك الان. أنا استشهد أخوي وولاده الاثنين وابن خالتي استشهد كان عم بيعبي مي من على زب المي بسبب شح المياه كان عم بيساعد العالم. جاته قذيفة من حاجز متمركز بضيعة جنبنا بعد تحرير ضيعتنا استشهد بصدايا منها. وهو يعني شخص يعني لساته عم يدرس يعني ما عم يعمل شيء عم بيساعد العالم فقط عم بيعبي مياه. أنا تركت عائلتي جوا أنا طلعت مع أخوي بس عائلتي لساتها جوا بسوريا تحت القصف في الدمار. نحن بنناشد العالم انه يساعدنا. نحن عم نعيش اوضاع صعبه جدا ما حدا عم يحس فينا لا المجلس الوطني ولا غير المجلس الوطني. نحن بنطالب الجيش الامي انه تقدم مساعدات ومضادات للطائرات اللي عم تهلك الشعب يوم بعد يوم. انه تقدم لها مضادات طيران تساعد تنزل هالطيارات اللي عم تهلك العالم شيء بجنن مشان الله ساعدونا نحن عم نموت. اذا هذا نداء اختنا الكريمه لا حول ولا قوة إلا بالله. هي تنشد المساعدة. مش عارف شو بده يحكي الواحد بعد ما يسمع هكذا نداء وإحنا جالسين ومرتاحين وكل واحد فينا جالس أمام التلفزيون وبتفرج وماخذ راحته وأخواتنا وبناتنا وأطفالنا في سوريا الآن عالقين بهذه الأوضاع الإنسانية الصعبة. خلينا نسمع كمان رسالة. الإيرانيين ونفس الشعب السوري. نعم يا ريت تعطي الميكروفون يا ريت تعطي التلفون لأي أخت أخرى. نعم أخذنا أخونا. نعم تفضل. نعم معنا أحد النازحين الذين أتوا من معركة النعفان في ريف إدلب. نعم تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. الشعب السوري دفع ثمن غالي كثير من أجل الكرامة من دماء أبنائه من دماء أطفاله من جوع الجائعين. نحن لسنا بحاجة لا لطعام ولا لشراب ولا لخيم للإيواء. نحن نريد فقط مساعدة أطفالنا إلى الحياة ورؤية مستقبل جديد يصون كرامة الإنسان. نحن نتمنى من كل إنسان جالس الآن في بيته أنه يتخيل أنه واقف الآن في منطقة جبلية تحيط بها الأشجار معرض إلى لدغ الأفاعي ولدغ العقارب. نحن نتمنى من كل واحد قاعد في بيته الآن وجالس خلف مكتبه باعتباره مسؤول عن إنسانيته أن يتخيل نفسه واقف في العراء في مكان مظلم
معرض ان يذهب الى كل مكان من الوحوش. نحن نتمنى من الشعب المصري ان ياخذ وقفه حقيقي معنا. نتمنى من الشعب التركي ان يستجيب لنداءات الشعب السوري الواقف على الحدود التركيه السوريه. نحن نتعرض للذبح يوميا بشكل بطيء وعلى مرأة ومزنة العالم كله. نحن نقول للعالم كلياته شعب سوريا فقط 25,000 قتيل واكثر من 100 معتقل. وين الضمير العالمي؟ وين الضمير الاسلامي؟ وين الدول العربية؟ وين إنسانية الشعب السوري الآن الذي يقف بعد إلى هاي اللحظة؟ نحن نطالب كل الدول العربية المحيطة بسوريا لمساعدة هذا الشعب الأعزل. نحن نطالب بالسلاح للدفاع عن أنفسنا. ما بدنا حدا يقاضي عنا. نحن كلنا نقول لكل واحد حمل القضية السورية وتاجر بدماء الشهداء أن يخجل على نفسه، أن يخجل أنه تاجر بدماء أكثر من 25,000 قتيل وهو شهيد. نحن منطالب بكل صدق أن يتم مساعدة هذا الشعب الأعزل. طيب أخي الكريم، إذا سمحت، ما هو وضع أسرتك؟ مين معك أنت؟ عمن مسؤول في هذه الليلة؟ كم طفل معك؟ من وين جيت؟ معي أنا معي 3 أطفال وزوجتي وأختي، ومعي أخت عزي ووالدتي، ووالدي أنا متوفي. من أي المناطق جئت؟ من وين جيت أنت؟ من حمص؟ من حمام؟ منطقة معارض بن عفان تعرضت للقصف منذ أكثر من 5 أيام. نعم. القزائن من فوج رقم 46 ومن مطار تفتناز العسكري. نعم. وهناك طائرات المروحية وطائرة ميج قامت بقصف مدينة قرية معارض بن عفان. طيب لو سمحت، لو سمحت الأخت اللي جنبك على اليسار كانت تتكلم معك. نعم. يا ريت إن نسمع منها إيش بدها تحكي. الأخت اللي على يسارك. الأخت اللي كانت على يسارك. عن خيانة، هي كانت عم تحكي عن خيانة الدول العربية لدمائنا وتخاف عن مساعدة هذا الشعب الأعزل. نعم. العربية كلها بتشوفنا، دمرونا الجوامع، دمرونا الدنيا، روحونا أولادنا أطفالنا، كلياتها عايشه بالعراء، كلياتها عايشه بالشوارع، دمرونا. بدنا كل نهار عم تقطعوا بالطيران بالبراميل، منا حظر طيران، منا رحمه منكم يا اسلام، يا دول العربيه وينك؟ ارحمينا، ما منا شرب، منا مساعدات ساعدينا. نعم عدنان، الان وقعت اصابه بلبغه عقرب الان وتم ربطها فقط. هو الآن أمام الشاشة. لا أدري كنت تراني. دكتور. نعم أخ عدنان. نعم معك أسمعك وأشاهد. الصورة واضحة الآن حدثت. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهو في حالة شبه إغماء. نعم سيتم أخذ إسعافه ضمن نعم تفضل. باسم كل مواطن موجود في سوريا، باسم كل مواطن في الدول العربية، باسم كل إنسان، باسم الإنساني فقط، نحن منطالب بلحظة حقيقة من كل الدول العربية، من كل الدول الإسلامية بالذات، أن تقف الآن وقفة إنسانية فقط لا غير، باسم الإنساني فقط، أن يتم مساعدة هذا الشعب. الآن تعرض رجل ما ذنبه غير أنه قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وما نحن البشر تكبيرا. نعم أخ عدنان، هذه عينة من الأخوة والأخوات الذين أتوا إلى هذه المنطقة، وكما سمعت جميعهم يناشدون الدول العربية، المنظمات الإنسانية، الجاليات العربية المتواجدة في كافة أنحاء العالم بمساعدتهم بسبب هل تسمعني؟ نعم أسمعك. نعم، بسبب الحالة المزرية التي وصلوا إليها لانعدام كافة مقومات الحياة لديهم. نعم. طيب كان هناك، هل هنالك من شهادة أخرى؟ نعم، أريد أن أنوه إلى أننا نحن الآن نقف أمام أنوار السيارة فقط لانقطاع التيار الكهربائي، هذه للتنويه فقط. وكنت أتمنى أن نتجول بين الأشجار، لا أدري إن كنت تراها،
كنت أتمنى أن نتجول بين الأشجار لنرى العائلات. حاول حاول حاول، إحنا معك إحنا معك، امشي بالكاميرا قدر الاستطاعة. نعم، خلينا نمشي نشوف بعض الأشجار التي ينام تحتها الناس. نعم. إذا كان في أطفال نائمين ونقدر نشوفهم شو الوضع اللي بيناموا فيه تحت الشجرة، يا ريت والله. كنت ترى هناك هناك بعض هناك صعب الكاميرا تتحرك الضوء. هل تشاهدها الآن؟ يا ريت بس يزيحوا. نعم. الإخوة اللي أمام الشاشة، الأطفال يا ريت يرجعوا لورا اللي على اليسار. نعم. نشوف الشجرة، في إشي ضوء هناك. نعم. عند الشجرة. نعم الآن الآن نستطيع التحرك، لا أدري إن كانت نحرك العرق فيها. نعم. الأضواء اللي بعيدة. نعم. التي نراها هاي أضواء من تركيا. هذه هي هي هذه هي قرية أطمة. هذه هي قرية أطمة. الأضواء الأضواء من أطمة. نعم هذه الأضواء البعيدة. نعم هذه قرية أطمة. لكن نعم. هنا بين الأشجار. نعم هذه أسرة. لا أدري إن كنت تراها. يا ريت نروح على اليمين. نعم 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 هذه أسرة، لا أدري إن نعم سنحاول الحديث معهم، وطبعا أخو وجوههم خوفا حتى على الحدود، ما زال الخوف يلاحقهم. نعم هنا بعض الإخوة، من أين أنتم لو سمحتم؟ يا ريت نخفف إضاءة السيارة، ممكن نعمل ضوء واحد. نعم. من السيارة. نعم هكذا تمام، هل الصورة واضحة أخ عدنان؟ نعم نعم تفضل. المهم. نعم. الفكرة تصل. نعم. احنا نقدر الوضع الذي انتم به، ارجوك خليهم يتكلموا بصراحة ما هو وضعهم، خذ راحتك بسؤالهم. نعم. بالنيابة عني وهم يجيبوا، يا ريت نخفف الضوء. نعم. عن وجوههم. نعم. ما بدنا نضايقهم. نعم انا حالة ماذا حدث لك لماذا اتيت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. انا من قريه حريتان. نعم. انتوا ايش وضعكم بالضبط؟ كم واحد انتوا؟ ايش وضعكم؟ كيف مدبرين اموركم بهذا المكان اللي انتوا جالسين فيه بهذا الوضع الماساوي الذي اراه امامي؟ وضع ماساوي سيء جدا جدا جدا، لا يوصف ابدا. ايش بالضبط؟ اشرح لي ايش اللي وراء هذا الغطاء اللي على يسارك؟ مين معك انت هون؟ زوجتك اطفالك؟ كم عددكم؟ عائلتي بالكامل. كم عددكم؟ عددنا 10 اشخاص. 10 في هذا المكان؟ 10 اشخاص بهذا المكان. يعني انا هذا المشهد ما شفته ولا حتى في معاناة الصومال. في هذه الخيمة، في هذه القماشة، في هذا الشكل. هي عبارة عن شرشف حيطين تحت الزيتونة ومأوين الأطفال في معنى رضع. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن اليوم أنت إيش عشيت الأولاد بصراحة بلا مؤاخذة؟ يعني إيش عشيتهم بصراحة؟ خبز تنور عملتوه من الفحم برا بالليل من على الصاج، شغلنا هون من عود الزيتون وعملناه على الصاج. تمام. ايش غمسوا مع الزيتون مع الخبز؟ خيار من الاراضي. خيار في مزارع قريبه؟ في بعيده شوي بس بنروح من نقطة خيار وباذنجان وبندوره لحتى ناكل معه. ايش جابت لكم الجمعيات الخيريه مساعدات؟ كم يوم صاركم في هذا المكان؟ صرنا 11 12 يوم صرنا تقريبا. كم يوم؟ 12 يوم. 12 يوم وفي في في قبلنا من زمان، يعني في تقريبا شيء 20 يوم تقريبا. ما هي المساعدات التي جاءتكم من الجمعيات الخيرية؟ مساعدات، ما في مساعدات خالص.
ما وصلكم شيء؟ ما وصلنا من الأهالي، من أهالي القرية. من أهالي القرية. ما في مجال؟ طيب أنتوا تكونوا بالقرية، ليش أنتوا بعيدين عن القرية؟ ما دام القرية فيها كهرباء وفيها خدمات، ليش ما تذهبوا إلى القرية وتكونوا بضيافة أهل القرية؟ القرية مقطوعة عنا الكهرباء من 10 أيام. الأضواء اللي إحنا شفناها قبل قليل حكوا إنه هاي أضواء القرية. مولدات، مولد. مولدات. صعب تكونوا عند الناس في القرية؟ نعم. صعب تكونوا عند الناس في القرية؟ مو صعب، بس خوفا إنه قرية مستهدفة، خوفا على الأطفال والأبرياء وال. يعني القرية تتعرض للقصف. طيب الذي يقصف القرية أيضا يقصف المكان اللي أنتوا فيه. نحن جالسون هون بحمد رب العالمين. لا إله إلا الله. تمام، أرجوك نعود لزميلنا إياد لو سمحت. تفضل. نعم أخذنا. نعم. إياد، إياد إيش أبرز ما رأيت من معاناة الناس في هذا المكان؟ كم ساعة، كم صار لك أنت معاهم؟ ما هي خلاصة أبرز القصص المؤثرة التي شاهدتها بنفسك؟ نعم، أبرز القصص هي طريقة إحضار المياه، طريقة إحضار المياه. يرسلون الأولاد، العائلة كلها تذهب لمسافات بعيدة لإحضار كمية قليلة جدا من المياه، إضافة إلى حالات الولادة. هناك أريد أن أنوه إلى هذه القصة، ولادة هناك. أرجوك خليك قريب من التلفون حتى نسمعك بشكل أوضح. يا ريت توقف. نعم. وخلي صوتك قريب من السماعة حتى يكون أوضح. تفضل، خلي فمك قريب. نعم. إذا سمحت. الصوت جيد الآن؟ علي الصوت، تفضل. نعم الآن الصوت جيد. ارفع الصوت وتفضل. نعم، إضافة إلى ذلك هناك حالات ولادة، وقعت حالات ولادة كانت صعبة جدا لعدم، كما ذكرت، عدم توفر أي المقومات الطبية، معدومة تماما. فكانت هناك صعوبة جدا، اضطروا إلى الذهاب النساء الحوامل إلى مسافات بعيدة جدا داخل الأراضي السورية، مع المخاطرة واحتمال التعرض للقصف. فمثلا في الدانية، وهي قرية تبعد حوالي 30 كيلومتر، تتعرض بشكل يومي للقصف، وخصوصا المسافة التي فيها. فجازفوا في ذلك وذهبوا إلى هناك لأنه ليس لديهم أي خيار آخر. طب أخي إياد خلينا نتكلم بصراحة. البعض قد يعتبرنا نبالغ في ذكر أن هذه المساحة الجغرافية بين تلك الأشجار وتحت ذلك الزيتون أنه في 7,000 شخص نائمين. كيف لنا أن نثبت هذا الرقم؟ هل هو أقل من ذلك؟ هذا الحد الأدنى للرقم، لكي لا نبالغ كثيرا. الحد الأدنى هو نعم. أسمعك. الحد الأدنى 7,000 شخص. كنت أنا سامع الصوت، ولكن أنا بتكلم معك على السكايب. نعم أخذنا. أنا كنت أتمنى أن نتجول بين الأشجار ليشاهد الإخوة في الوطن العربي وفي العالم ما يعانيه الشعب السوري. إلا أننا كما قلت لك، الكاميرا يحملها 5 أشخاص والسيارة تقف لكي نعم. هنا أصوات، لا أدري إن كنت تسمعهم. الأنوار، نضطر إلى السيارة نحركها لكي نستطيع نقل صورة هؤلاء النازحين إليكم. لا أدري إن كنا نستطيع أن نتجول بينهم. يعني إياد نتكلم، سنحاول الآن أن نتجول بين نتكلم هؤلاء. بنتكلم عن جريمة، نتكلم عن جريمة يشترك فيها كل إنسان في عالمنا العربي وكل مسؤول. عندما نترك 7,000 إنسان والطفل وامرأة في الشارع. نعم. نحن ما لنا حيوانات، نحن بشر، نحن بني آدمين كلياتنا. نعم أخذنا. تفضل أولادنا شلون نايمين بدون وطي بدون شيء. تفضل أشوفه. انت شو مطالبك مطالبه سوي لنا منطقه
عازلي سوى حظر طيران. احنا جايين من الزل، جايين من البدلي. نعم اخذنا، لا ادري ان كانت الصوره نقلت اليكم. هذا اكل، هذا اكل حيوانات ما تاكله. هاي خبز، هاي بتتاكل، هاي فطفيت عم تعمل لاولادنا. في اي لحظه من خالها ولد يموت، قرصة عقرب لدغيتشي. هاي عيشي هاي تحت الشجر، طلع بايش عم نغطي اولادنا. ها شوفوا يا عرب، شوفوا يا عرب يلي مساويين حالكم دول الاسلاميه. يلا عطنا اجدب الله اكبر بدنا. شوفوا شوفوا الزل اللي وصلنا على الشعر والزل اللي حطنا الارضغان. شوفوا نعم في شيء ثاني ما بعرف اذا بتشاركوا. تعال تعال تفضلوا تفضلوا. نعم ننتقل. نحن العرب عم تتاجر في دمنا، نحن الدول العربيه كلها عم تتاجر فينا. اردوغان ما تجي مساعدات، لو عم تجي مساعدات دخلنا على اراضي، بس عم يتاجر في دم السوريين. صارت العالم كله، العالم كله هدفه يتاجر في دم السوريين ويذل. هذا الهدف بده العالم كله. علي صوتك بس اللابتوب. طلعوا على ايش عايشين؟ ها طلعوا على ايش عايشين؟ طلعوا اولادنا في البرد والحمى اللي عم تصيبهم، في الليل بوظوا في النهار نار. طلعوا ايش في، ما في فضل غير خيمه رب العالمين. احنا ما عم نرسلنا من العقارب لا ليل ولا نهار، بالنهار غبره وقله مي وجوع واطفالنا ما عم نقدر نايمه، ما عم نستقي عيني، ما عم تغمض من النار. ما عم نرسل النار اكل وجوع وعطش. نحن من حمص المهجرين، انا جتنا صايب عراسي قضايا ما طبت، وسيارتنا راحت وبيتنا راح. منين انت خالي؟ انا من حمص. من اي حي؟ البياضه. من البياضه. نحن من تفتنز. نحن كل يوم البراميل طولنا. نزحتي لهم مباشر ولا؟ نزحت على حلب، جانا قصف طيران، نزحنا على جبل الزاويه قصف طيران. هي اصابه انا صاب الشظايا انا واولادي وسيارتي، انا على سياره نقل فيها راحت وبيتنا راح. واطفال ليك معي تسعة، انا ما عم بقدر انام لا ليل ولا نهار. العارب ليك هلا الشاب صرت العربي، امبارح ماتت 10 اطفال كمان من العارب. هيك العربي لانه هون خلا وعم يجي على الاكل وعلى الخبز وعلى هيك. نحن ما عندنا خبز ناكله يا عرب، مشان الله فينا والله العظيم. انا بدي نحن اكل ما منا، نحن اكل ما منا. لا تفكروا انه عملنا شقه منا تبعتوا لنا اكل، نحن اكل ما منا. نحن منا تقفى لصفنا، تنصفونا من هالطاغي. هذا اللي منا، يا منا انصاف الدول العربيه. إنا منا منطقه عازله او حظر طيران. حاج حاج عم يضربنا بالطيران، حاج بيوتنا كلها نزلت، ما لنا ماوى. لو لنا ماوى لنعيش تحت القصف كنا، ولا هزل هذا اللي عايشين فيه. تكبير الله اكبر الله اكبر. نحن منا خايفين من الموت، نحن الموت منا خايفين منه. الله يشلك يا بشار اسد، الله يشلك طويل عمرك. الله يشكيك لا الله يا رب، الله يشلك طويل عمرك يا بشار اسد يا كلب. ما غلت مكان ما تجرت ولا ما عم لاقي مكان اقعد فيه. امين والله العظيم. لدى صوت تكبير الله اكبر ان شاء الله. هو يا عالم والله العظيم ما عدت عم منه. ما ضل اخوي، لو فينا اخوة عرب كان ما صار فينا هيك، لو فينا اخوة للعرب ما صار. مش عم موت يعني بعد السجراني، والله العظيم ما عم نضرب نام لنا لنا نام. ما كان احسن من العيش على وقت تجينا طيارة. نعم اخذنا. طبعا ننتقل ايضا. نعم اخذنا، انت تسمعني؟ نعم معك اخي وسام اذا كنت تسمعني. وين عندك يا عيلي؟ رحت انتقلت من تفتنات على معارة النعفار، ارجع قصف هون. اخذنا، انت تسمعني؟ اياد انا اسمعك. نعم ننتقل الى شجرة اخرى. هذه صور الاطفال. ضوء بس الانارة. نعم هذه طفلة نائمة الآن تحت شجرة. بعدهم الضوء يا شباب. طيب بعدين. الضوء يا شباب. تعالوا تعالوا. ما أدري أين أمها. وين أم الطفلة هاي؟ وين أم الطفلة؟ ما بدها تحكي. والد الطفلة؟
يا ما يا ابو احكي يا قلبي احكي لك يا خايش يعني من اين اتيتم؟ من كفتناز. نعم من كفتناز يا خاي. الطريق هنا لو سمحتي قليلا. نعم من كفتناز يا خاي تركوا فوقنا، تركنا ورحنا على معارة، استأجرنا بمعارة وبركنا، رجعوا ضربونا رجعنا جينا لها قولي لها من تفتن ضربوا فوقنا، رجعنا على معارة، استأجرنا بمعارة، رجعوا جينا لهوني. كم عدد عائلة؟ أنا خمس أولاد وأنا والأب. ألو؟ نعم أخي أسمعك يا إياد. أيوة الصوت واضح الآن؟ الصوت واضح نعم. يا ريت ان نعم. نحاول نعمل شيء من الاضاءه نعم نعم اياد. ألو. احنا نشعر بشيء من الحرج وشيء من القهر، بل كل الحرج وكل القهر وكل الالم لما نراه من دموع من حرائر واخوات ماجدات شريفات اقمنا الحجه علينا، وخاصه الاخت لما قالت انه انا ما بدي منكم طعام او شراب، أنا بدي منطقة عازلة، أنا بدي حظر جوي، أنا بدي حرية، بدي كرامة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. خلينا نسمع شهادات أخرى، وهنا نرى صور مؤلمة والأكثر إيلاما ما نراه من أطفال صغار نائمون في هذا الوضع، في هذا العراء، في هذا البؤس، وإحنا رأينا قبل قليل العقرب كيف لدغ ذلك الكبير، فما الذي يمنعه عن الطفل الصغير فر من عقارب الأسد إلى عقارب الخلاء والطبيعة؟ ربنا يحميهم ويحفظهم. إياد معك، يا ريت نسمع شهادات أخرى. نعم نعم، من يريد أن يقدم شهادته؟ نعم نعم نعم، لا أدري إن كانت الصورة واضحة. نعم نحن ماشيين معك بالكاميرا. تخيلوا أيها الإخوة والأخوات وكل من انضم إلينا الآن أننا نسير مع الكاميرا بصورة بتقنية بدائية بطبيعة الحال عبر سكايب، وفي مكان مقطوع عنه الكهرباء في منطقة أطم، المنطقة على الحدود التركية السورية، حيث تجمع أكثر من 7,000 لاجئ سوري عالقين على الحدود، هربوا من جحيم القصف ودمار وحشية القصف إلى ويلات المعاناة في العراء وفي الخلاء، يلتحفون السماء ويفترشون الأرض ويستظلون بأشجار الزيتون، فلا هي تقيهم الشمس ولا تفيدهم من البرد ليلا. الآن شهادات أخرى ومتابعات أخرى في هذا الوضع والبث الميداني المباشر. هذه طفلة. نعم إياد. نعم هذه طفلة الآن كما تشاهد تماما على الأرض غير محمية من العقارب كما ذكرت والأفاعي، هربت من الأسد لتأتي إلى العقارب والأفاعي وغيرها. وهنا الأطفال نيام أو تشاهدهم الآن كيف ينامون. وهنا أنا أشاهد مولود حديث، يعني حديث الولادة. نعم نعم، الجميع هنا يطالب القادة العربي شاهدوا هذه المناظر التي تحدث في سوريا. يا ريت نوقف الكاميرا قليلا حتى تثبت الصورة أمامنا، يا ريت على المشهد اللي أمامنا الآن نثبت الكاميرا قليلا حتى ناخذ الصورة صافية قدر الإمكان، لأنه في حركة للكاميرا. يا ريت نوقف الكاميرا يا ريت. نعم الآن واضحة بس ما يتحرك، وخليه يوقف على منطقة واحدة، يختار أحد المشهدين ويوقف. نعم يا ريت نسمع من الاطفال، اذا في حدا من الاطفال. نعم. بيحب يتكلم. نعم عفوا. نعم من يريد ان يتكلم يعطينا فكره؟ نعم هنا احد الاخوه. نعم من منكم؟ نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا ريت تعرفنا بنفسك، من اي المناطق جيت وشو وضعك وشو وضع عائلتك؟ انا من ادلب من ترميه. نعم من قرية ترمين. والله العظيم يا أخ القذائف عدمت علينا الحيطان عم تدج. والله العظيم ابني عمره سنتين ما سمع لي في حكي، اللي بابا دجي صيحاف الولد صغير عمره سنتين ساكن القناة العظيم ما في كسر. أرجوك بس عيد لي لو سمحت شلون؟ لو سمحت عيد لي شوي إيش ابنك الصغير اللي عمره سنتين إيش بيحكي لك؟
لسه ما بيفيك على السواق اللي بابا دجي صوت القذيفة عم تنزل عم ترجع الحيطان كلها عم ترجع احنا بعيدين عن 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 قذيفة 500 متر تنزل على على البيوت اللي بابا دجي يرقد عليه يلفني اللي بابا دجي الساعة حكي ما بعرف نحكي الساعة والله العظيم جينا من قرية ترمين احنا هون على تحت قروم والله العظيم صرنا 15 يوم تحت زيتون حالي بس حوية ابن عمي والله العظيم النسوة عم تطلع برا تطلع حاجة هي والزلام سوى صور ابشر من هيك ما ضل يعني ما ضل طيب اخي اخي الرسائل اللي بتوصلنا انه النظام بيحكي انه تم تطهير المناطق من الناس اللي بتعمل مشاكل وانه بيدعوكم انكم ترجعوا على المدن اللي نزحتوا منها ليش ما ترجعوا زي ما بيدعوكم النظام هذا النظام فاسد هذا النظام فاسد من 40 سنه هذا النظام ده قضيت عم تقول انا من بلده ترمين خمس حواجز محافظه ترمين كل يوم قذايف لعنا نعم انت كنت يعني لو نرجع القذايف يا معلم طيب انت كنت يعني معارض كنت عم بتقاوم بصراحة فالنظام واجهك شو هاي انت كنت ضمن افراد الجيش الحر فبتقاوم النظام عشان هيك النظام قصف عليك انا انضم الجيش الحر انا بقاومه ايه ما عندي مشكلة بس لا ما في ايش كانت جريمتك انت واطفالك ايش كنتوا تعملوا لما تعرضتوا للقصف عادي بس قاعدين بيوتنا بس شغل ما عندنا شغل كنا عم نشتغل انا عامل عم اشتغل على يومي يومي تقول لك 400 500 ليره عم اشتغل قطع رزقنا جينا على الضيعه نعم كم طفل معاك الان انا عندي طفل وبنت بنت عمرها سنة والطفل عمره سنتين من عائلتك من أقاربك كم واحد أنتوا في المكان؟ يعني أربع أشخاص من الخير أربعة طب أخي بصراحة بدي أسألك أربعة. أنت تقديرا كم واحد بتقدر الموجودين هنا؟ أقل من 1000 ولا أكثر؟ أكثر والله العظيم أكثر من 2003 تحت الشجرة إذا مشيت معك هلا مشينا بالسيارة بنضل مشي تحت شي 3 كيلومتر كل العالم قاعدة تحت شجرة الزيتون أقسم بالله العظيم عقارب لك حالة مأساوية جدا جدا يعني البشر ما تحس تعيش يعني الحيوانات ما تحس تعيش هون نحن عايشين هزمنا القصف وجينا لهون عم لك النسوان والزاع عم بيطلعوا برا على التواليت يعني ما في تواليتات على العراء عم بيطلعوا صور يعني على الحالة أكثر من هيك مرة بعدني نعم من وين بتشربوا مي يا أخي؟ من وين بتشربوا مي؟ قليل جدا بيجينا خارج مي من تحت من الضيعة بتدفع بتم 3-4000 عشان تصور شو بكفي بيروح رجع بيقول ساعتين بيرجع بيجيب صاريخ كمان وما في مي يعني الاكل ما في ومي ما في يعني حاله مأساوية جدا جدا شيء لا يوصف اعطينا الاخ اياد لو سمحت صوته كمان اذا نعم هذه شهاده اخرى للمعاناه نعم هناك الاخ نزح من بلده كفر عويد التي وقعت فيها مجزرة منذ ما يقارب 8 أشهر راح ضحيتها ما يقارب 117 شهيدا نعم والآن تتعرض للقصف نعم معنا الأخ تفضل ما السلام عليكم وعليكم السلام أول شيء بدنا نوصل صوتنا للعالم إنه هالطيران هذا اللي دفع لدم قلبنا شان يحمينا ومشان نطالع أولادنا من تحت الأنقاض من القصف وهذا الجيش اللي بنيناه يد بإيد وخدمنا فيه مو مشان ينكل بشيوخنا ويغتصب نسائنا هل عجز العالم بأسره على هذا الطاغي بشار الأسد وعصابته التي تحيط به بدنا نوصل صوتنا للعالم كله ما في دولة في العالم تحسن تقاوي كل هالعالم اللي نايمة تحت العراء ومن وحربت من ظلم الأسد إلى العقارب والأفاعي بتصير هون عنا حالات تسمم حالات قرص أفاعي قرص عقارب نناشد الحكومة التركية شعبا وحكومي نناشد أردوغان أن يأوي هؤلاء الناس من هذا الحر من هذا التشرد وبس ما بدنا غير هيك طيب أخي إيش حكولكم لماذا لم يسمحوا لكم بدخول تركيا ما المانع نعم أكيد ما المانع من دخول تركيا؟ إياد إيش اللي وصلك؟ ما الذي يعني ما المانع من دخول تركيا؟ هل هنالك شيء بالأفق؟ مين معي؟
تمام. لا أخي سؤال، حدا جاوبكم لماذا لا يسمح لكم بدخول تركيا؟ لا ما سمعنا أي شيء، ولا إلا كل يوم بيقولونا بعد يومين وثلاثة وأربعة وخمسة. يا أخي يقولونا أنه ما بدنا ندخلكم، نعرف بس نحن هون متحجدين وخايفين، كلها أولاد صغار نساء عجز. حتى اليوم حاولنا نعبر، يعني جينا قربنا عشريط، منعنا الجيش التركي. تمام. طب أخي أعود لإياد لو سمحت. أريد أن أنوه إلى أن كل الخدمات التي تقدم لهؤلاء المساكين كان الله معهم، معظمها يقدمها الجيش الحر الذي المنتشر في هذه المنطقة. وهنا أحد عناصر الجيش الحر الأخ أبو خضر من لواء الناصر صلاح الدين. أبو خضر، ما هي الخدمات التي تقدموها لهؤلاء الناس في هذه المنطقة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي الكريم، نحن مقاتلين للجيش الحر، نلتفت إلى 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 الجبهات، نقاتل هذا النظام، هذا الجيش الذي أعده للعدو. أخي الكريم، نحن طالبنا بالناتو أول أحداث سوريا، أول المظاهرات طالبنا بالناتو، ومع الأسف وصل الناتو إلينا، صار يقمع أطفالنا نساؤنا. هل نحارب جيشنا نحن؟ ما هي الخدمات الآن التي تقدموها؟ أخي الكريم، نحن الخدمات كجيش حر نقوم بجلب التبرعات من جميع المناطق والضياع والأهالي. نحن محاصرين من جميع الأطراف، قصف بالطيارات الميت، بالمروحي، بالحربي، قصف المدافع بالفوس 46. نحن الشعب هنا منكوب من جميع المناطق ومن جميع المحافظات في سوريا، حوالي 15-20 ألف حاليا منتشرين في المنطقة. ماذا نفعل أخي الكريم؟ نحن نقاتل. طيب أخي لو سمحت، شعب نحن هل, 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 يمكن هل يمكن أن يؤمن الجيش الحر حماية لأي جمعية خيرية قادمة من الخارج عن طريق تركيا لتقديم المساعدات للناس هنا مثلا في أطمع سبيل المثال؟ نعم أخي الكريم، كنت أتمنى أن تسألني هذا السؤال. أخي الكريم، نحن الجيش الحر كنا نلتفت إلى المعارك والقتال وندافع عن أرضنا وعرضنا، وقتلنا عدد كثير من الأشخاص أن يجلبوا المعونات ويأخذوا من الممولين. ولكن مع الأسف نحن مشغلين في المعارك وتطهير البلاد من الطغاة، ولكن هم لا يقومون بالواجب. والآن نحن مستعدون أن نقدم حماية لأي جمعية خيرية تقوم وتقدم المساعدات إلى هذه المنطقة وغيرها. ونحن كلواء الناصر صلاح الدين مستعدين أن نقدم المعونات بعون الله وعون الجمعيات الخيرية، وأن نرافقها ونفتل معها كل الأماكن. تمام. أخي لو سمحت، يعني كم هي عدد عناصر الجيش الحر التي تقوم بحماية وتأمين هذا المكان إن كان الجواب لا يضر، حتى نطمئن؟ يعني هؤلاء 7,000 توفرون لهم حماية، تقفون معهم، ما الذي توفرونه لهم في ظل هذه الظروف الصعبة؟ أخي الكريم، يعني من جمع التبرعات، الحماية، جمع التبرعات، ما الذي تقدمونه للناس في هذا المكان؟ أخي الكريم، نحن قبل قليل كنا نقوم بجولة على جميع القرى هنا في المنطقة، ونجذب يعني اللي عنده علبة دواء، اللي عنده علبة لحمة أو رغيف خبز أو كذا، على جميعها هنا محاصرة. نحن كجيش حر لا يتصلنا مساعدات من أي جمعية خيرية، تصل لأشخاص معينين، يأتي القلة القليلة منها. طب أخي سؤال بصراحة، كيف تأخذون المساعدات من القرى؟ هل تأخذونها رغما عن الناس أم باختيارهم؟ بصراحة أخي الكريم، مجرد أن نقول للشخص أو للعائلة أو ننادي في القرية هناك أشخاص في العراء تحت الشجر، لا مأوى، لا شيء، لا مد، لا أكل، لا شرب، جميع الناس تتبرع وتقدم لنا سياراتها وما تستطيع، وهم أكثر الناس تقدم نصف فرش بيتها تبرعا. تمام.
مشكور جدا. نعم. يا أخي أرجوك تعطينا للزميل إياد حتى نختم مع الفتاة الصغيرة. يبدو نعم أخ عدنان أنا معك الآن. والآن أتلتني طفلة من بلدة سرمين. نعم. من أين أتيتي؟ من سرمين. أتركك معها الآن. نعم. إيش اللي أحكي عمو أحكي؟ أنا من مدينة سرمين، اسمي ربيها عبد الرزاق. أنا جيت لهون من سبب القصف، كل نهار يزدت علينا 4-5 صواريخ. عملت عملية فتحة بالقلب، أخذوني على الشام على مشفى الباسل. نعم. لا حول ولا قوة. إيش اسمك يا عمو؟ إيش اسمك؟ يا ريت أتكلم معها شوي بس لو سمحت. نعم. احكي عمو. ايش اسمك وكم عمرك نعرف؟ عمو ايش اسمك وكم عمرك؟ بدون دواء مش سامع. يلزمني رجاء طبي، يلزمني دواء. رجاء عملت عملية فتحة بالقلب. نعم. طيب ايش اسمك؟ بعرف. ايش اسمك يا عمو؟ ايش اسمك وكم عمرك؟ نعم. عملت سامعيتني يا عمو؟ لا. طيب يا ريت ناخذ اياد. امتى عملتي عمليه القلب المفتوح؟ من سنه. من سنه. كم عمرك؟ كم عمرك؟ عم تسمعي بالموبايل؟ عم يحكي معي؟ لا. اياد ما عم تسمعني. هلو. انت عم تسمعني يا اياد؟ نعم اسمعك. انا بس بدي تسالها كم عمرها وايش اسمها الاول لو على الاقل. نعم. ايش اسمك انت؟ نبيها. نعم. احكي نبيها. شو اسمك؟ نبيها. قد عمرك؟ 11 سنه. 11 سنه. من اين انت يا عمو؟ من اي قريه؟ من سرمين. من سرمين. هي تابعة على أدلب؟ ايه. نعم. امتى جيتي لهون؟ صار لها 13 يوم. ليش جيتي؟ ايه من القصف. هلا انت بتاخذي دواء مشان العملية اللامسية؟ ايه مشان ما يلتهب دمي. مشان شو؟ مشان ما يلتهب دمي. يصير التهاب بالدم؟ ايه. ايوه. والأدوية متوفرة هلا عندك؟ لا ما في شيء. ما عندوني دواء. نعم. انت في حدا استشهد من عائلتك او؟ ايه مازن عبد الرزاق وصالح عبد الرزاق. شو بيقربوك؟ وحسني عبد الرزاق. شو بيقربوك يا دولا؟ ايه واحد ابن خالي والثاني ابن خالي. نعم. شو بتقولي للعالم؟ بقلن المسلم يطلع مظاهرات كرمالنا مشان يحموا بلدنا والله معنا. نعم. هذه اذا طفلة نبيها. يعني اشكرك اياد ولا حول ولا قوة الا بالله. هذه كانت رسالة مؤثرة في هذه الساعة الاولى من البرنامج. كنا مع الزميل الاعلامي اياد النجار في جولة ميدانية على اخواننا واخواتنا وبناتنا وابنائنا وكبارنا من اهالي سوريا الحبيبة في أطمة على الحدود السورية التركية. آلاف من اللاجئين العالقين هناك، بعضهم عانى النزوح 3 مرات، فكان في حمص ثم نزح إلى حلب ثم نزح إلى إدلب ثم نزح إلى هذه المنطقة على الحدود التركية. نعم، ختام ما شاهدنا كانت رسالة مؤثرة، وإن كانت الصورة شبه واضحة أو الكلام شبه مسموع، لكن الفكرة وصلت والحجة أقيمت من نبيها على أي صاحب قلب ومشاعر حاضرة وليست مشاعره بليدة أو عقليته بليها. يعني تقول نبيها أنا بنت 11 سنة مريضة بالقلب أحتاج إلى دواء، هل من أحد يقف معي؟ وهنالك أمهات قالوا نريد حرية وكرامة، لا تنسونا، انصرونا، أدوا الواجب نحونا. هذه دعوة لكل الهيئات الخيرية التي نتواصل معها عبر قناة الحوار لنذهب وإياهم
إلى هناك ونقدم المساعدات اللازمة لإخواننا وأخواتنا. هذه الدعوة لأصحاب القرار ليتصرفوا بشكل حاسم. هنالك قرارات تتخذ ولكن المسألة لا تحتمل التأخير أو التأجيل، وكل يوم نتأخر تراق فيه مزيد من الدماء ونشاهد فيه مزيد من المعاناة. هؤلاء كلهم دماؤهم في رقابنا جميعا، عرفنا ذلك، حفظنا هذه الجملة من أكثر من مسؤول، لكن المهم ترجمة الأفعال أو الأقوال إلى أفعال. نحن معكم وسنقف مع فاصل ثم نواصل.